هنشتغل على جهاز الاوسكول فيسكوميتر، هنشوف ازاي هنتوصل لمعرفه الريلاتيف فيسكوستي. انت عندك unknown solution، ويقول لك طلع لي الريلاتيف فيسكوستي بتاعته. فبكل سهوله جدا هتقوم حاسب، هتجيب الووتر الاول، وزي ما شفنا هنشتغل ازاي على الجهاز في الفيديو، في اول الفيديو هنعرف هتطلع T1، تحسب لها تايم 1، تحسب لها تايم 2، تحسب لها تايم 3. يعني ايه؟ هتعيد التجربه 3 مرات وتطلع التايم 1 وتايم 2 وتايم 3 للووتر، وبعدين هتجيب الافريج بتاع التايم ده. زي مثلا طلع معايا 40 ثانية، وبعدين هتجيب الـ unknown solution وهتعمله نفس الخطوات بالظبط، وتجيب له T1 وT2 وT3، وبعدين هنجيب له الـ average بتاعه. طبعا السوليوشن بتاعك هياخد وقت اكتر علشان يتحرك من العلامة الاولى للعلامة الاخيرة في الجهاز، فطبيعي هياخد وقت اكتر لان هو more viscous عن الووتر. فمثلا هنقول الافريج بتاعه 60 ثانية، وبعدين هنعوض في القانون. القانون بيقول لك ايه؟ ايتا 1 على ايتا 2 بتساوي T1 على T2. لو نلاحظ العلاقة طردية، ليه؟ لأن كل ما وبديهي كل ما السوليوشن الفيسكوستي بتاعته تزيد، كل ما هياخد وقت أكتر أو هيتحرك بصعوبة بين العلامة الأولى والعلامة الأخيرة، هيتحرك أبطأ من المية، هيتحرك بصعوبة أكتر من المية، فهياخد وقت أكتر من المية علشان يتحرك نفس المسافة من العلامة الأولى للعلامة الثانية مقارنة بالمية. علشان كده سميناها relative، لان هي فيسكوستي مقارنه بالفيسكوستي بتاعه الميه. وبعدين عايزين نعوض الايتا 1 دي بتاعه الووتر، الفيسكوستي بتاعه الووتر دي بتبقى معلومه بواحد، والايتا 2 دي بتاعه الانون، ده اللي انا عايزه اوصله الانون سوليوشن. تايم 1 ده التايم الافريج تايم اللي اخدته الووتر علشان تتحرك، اللي هو ال 40 سكند. time 2 الافريج تايم اوف السوليوشن، من هنا اوف الووتر. سهل جدا، وهنعوض هنقول ايتا 1 بواحد بتاعه الووتر، فيسكوستي بتاعه الووتر معروفه بواحد، النون سوليوشن دي ايتا 2 دي اللي انا عايزه اوصل له، تي 1 اللي هو الافريج تايم بتاع الووتر ب 40 سكند، T2 بالافريج بتاع السوليوشن 60 سكند. بعدين هتضرب ايتا 2 تساوي 1 في 60 على 40، هتطلع الناتج بتاع الفيسكوستي، والساين بتاعته هتبقى بالسنتي بواس. بس كده.